السكريبت معك يا كابتن، معك هذا اخذته من السياره. ليش ما تجيب خلاص مساعد تعذرك تقول شوفها قدام. طيب قدام كابتن. لا لا حبيبي هذا ماخذ من السياره. اي انت حطيتني اياه من السياره. وش بعطيك اياه لك يعني ولا وش؟ لا انه تقول معك لين. لا والله ما قريته والله. احلف بالله والله ما قريته والله. ولا حد شافه؟ ولا حد شافها. مساعد تعال تعال على قدام حبيبي. حبيبي شنو فيه؟ لبيه. انت ماخذ من سيارتي صح؟ ايوه. الله يعطيك العافيه. طيب اللغز الاول يقول يا اخوان طبعا لبيه. لا لا خلها خلاص. اللغز الاول يقول قبل لا نبدا اللغز نبي من كل مجموعه يطلع واحد رشحوا لنا واحد. خل على القدوم. اسئله ما بركض. هذه الغاز. هذه الغاز. الغاز ما تجاوب العقب رقم ثلاثة. ما تبون احد يطلع منكم؟ الغاز ازهل. علي تركي. طيب خلاص اتمنى من الاخوان اللي برا ما حد يتدخل. يا شباب اتمنى ما حد يتدخل. يا ليت نوحد الصوت لاخوياكم عشان يركزون يا عيال. بنبدا باللغز الاول. الشخص اللي بيضغط على الجرس معه 5 ثواني انه يجاوب. اللغز الاول يقول لا حد يضغط على الجرس قبل ثلاثة. ما او عفوا بعد السؤال. اول ما اقول السؤال اول واحد يقول يضغط على الجرس انا بعطيه الجواب. طبعا مو انا بس اللي بتكلم، الاعداد معي على الاربيز. قلبي تفضل الخيارات. تضغط الجرس على طول. الخيارات استشير مجموعه عادي. معك 5 ثواني اول ما تضغط الجرس. اذا كان الجواب لك معك 5 ثواني. ما هو الحيوان الذي لا يستطيع القفز؟ يس عن تركي مشبب. كنت عبو خيارات. تركي مشبب. الفيل، الكنغر، الارنب. معك 5 ثواني. الحنش. الحنش. يس عندك سرعه بديهه جدا جميله. من اللي اعطاك الجواب؟ علي. علي علي اقول لك ما هو الحيوان الذي لا يستطيع القفز؟ الفيل، الكنغر، الارنب. الفيل يا اخي. طيب خلاص خلاص جاوب خلاص وقف. فيل. الفيل يا تركي. شكرا يا عم منيب. شكرا. انا اتوقع ان ما هي بحركات عم منيب، هذه حركات احمد عبد الرحيم. مستعجل انت قلت حنش يا سلمان. امانه يعني دخلت في ذمته. طيب انت قال حنش. خصم 500 نقطة عليك وعلى مجموعتك. الف مبروك تستاهلون الخصم. شيلوا صوت بس. انا قال فيل. انا سامع قال فيل ما قال حنش. طيب اللغز اتمنى يا شباب نوحد الصوت يلي موجودين. لا حد يتكلم يا عيال. سم ما تشارك لين يجي الجواب لمجموعتك. اتفقنا يا عيال؟ تقاطع الاصوات بيخرب على اخوياكم. اي واحد بيتكلم برا الفقرة ترى بخصم عليه 1000 وبستبعده من الفقرة. اللغز الثاني يقول على ماذا يطلق اسم السم الابيض؟ عند عبد الله. عبد الله. عبد الله يقول لك الملح، السكر، الطحين. ومعك 5 ثواني. معي 5 ثواني. عد الخيارات. 5. الملح. الوقت. ملح. جاوبت قبل ما نسلم. طيب اول شيء تعديت الوقت. الشيء الثاني اجابتك خطا. مع الاسف تستاهل خطا. لا خطا. اي والله خطا. معليش يا رب. طيب اجابه خاطئه وخصم 500 نقطه لتركي مشبب وفريق. معليش الشباب الفورمولا. وخصم 500 نقطه لعبد الله وفريق المضمار. نروح عند الاخ. اجاوب؟ لا هذا سؤال ثاني. لغز ثاني يقول لك مرض يصيب الانسان ويفقد الذاكره. لا انت عندك مرض يصيب الانسان ويفقد الذاكره. السكري، ارتفاع ضغط الدم، الزهايمر. الزهايمر. لا كيف الزهايمر؟ اشرح لي يلا. الزهايمر. طيب اشرح لي. تنسى كل شيء. لا خطا. دقيقه. مرض يصيب الانسان ويفقد الذاكره. في السكري. ترى السكري بعطيك معلومه. خاف يرتفع مع السكر وينسى. بعطيك معلومه. يلا. عندك السكري وارتفاع ضغط الدم اهم من الزهايمر. هذه معلومه تقدرون تثقفون فيها عيال بعيدا عن الناس. السكري ايش يسوي؟
اذا اكلت سكر واجد تصير يرتفع السكر وين يروح؟ يجيك صداع صح؟ تنسى من كثر الصداع. لا الا لانه يسبب ضغط الزهايمر يعمل التهاب في الاعصاب. الزهايمر خلي الجسم ينسى وضعه. طيب اجابتك صح. الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك. 500 نقطه الفريق الرالي يستاهلون عن طريق اللاعب ناصر آل بريك. شباب تقدرون تفضلون ونجيب ثلاثه غيركم يشرفونا على البوديوم. معليش يا الرب لخبطني. طيب طيب يا شباب حلو. طيب شباب لما تضغط على الجرس معك 5 ثواني لا تقول لي عيد السؤال. اول ما اسال السؤال تضغط على الجرس تجاوب على طول. اتفقنا؟ طيب اللغز رقم 4 يقول او شيء وين كان فريق الرابع؟ هنا فريقي. وانت؟ هذا المضمون نفسها اكيد عيال. الله يهديك يا فلاح. قول الله يهديك يا فلاح. الله يهديك يا فلاح يا رب. يلا كلنا من جديد. الله يهديك يا فلاح. الله يهديك. طيب اللغز الرابع. ما الشيء الذي لو دخل الى الماء لا يبتل؟ طيب عند اصبر يا رب. عند مين؟ ناصر. عندي انا تقلد. عندي عند ناصر السؤال اللغز. الضوء الخشب الحبل معك 5 ثواني. الضوء. الضوء. واجابتك صحيحه تستاهل. كلنا الاسئله تجي. طيب الف مبروك لفريق الرالي وفريق المضمار فريق الفورمولا. لا شيء معكم فرصه يا عيال. ابشر بالسعه. حلو بنروح للغز الخامس. يا ليت انك تركز. طلع الجرس بعيد عنك. طيب اللغز الخامس شباب. ابو ملحي. لا خلصت السؤال فعلا. والله صدق. لبه لبه. قال حنش واحنا ما قلنا حنش اصلا من الازعاج. ابشر على خشم. على الشحن. على الشحن. طيب اللغز الخامس يقول ما هو الشيء الذي ياكل ولا يشرب ويدور ولا يتعب؟ عند مساعد. عندي عندي يا ربي. عندي الجواب. عند مساعد. عقارب الساعة. الطاحونة. الكرة. معك 5 ثواني. ايش ايش عقارب الساعة؟ الكرة. سهلة. الطاحونة. الطاحونة. طيب قدر يلحق على الوقت يا شباب ولا لا؟ ايوه شباب لحق على الوقت. لحق على الوقت. اجابته خطا. طيب اجابتك صح تستاهل. الف مبروك لمساعد وفريقه. طيب انا اشوف هدوء تام من جميع المجموعات. ما في مجموعه الى الان. المجموعه اللي شوي يعني فيها تفاعل وحماس اليوم اللي ناويه تتاهل زد رصيدك ممكن مجموعه المضمار. وانا اشوف تفاعل جدا جميل. المبروك الفريق المضمار وفريق الرالي وفريق الفورمولا تعادل في النقاط. باقي ما سالتي. ختامي. باقي ما سالتي. طق على الجرس قبلك. انا داق. تحدي 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 وتحدي. انا شفتك والاعداد شافك والدنيا شافتك والعالم شافوك والوطن العربي شافك الشرق الاوسط شافك. يا ابو ملحي يذكر الله يا اخي. يا عيال كذا ما فيه الا يعني
طيب ما فيه عدل. ابيك تصحى يا حصان. ها عطنا ابيات. اعطيك ابيات؟ ايه اصحى. هات هذا حقي بس بشرط اعطيني سؤال. ما هو على كيفي، ابيك تطرب مسامعنا. تفضل. يقول طال عمرك، يقولون العرب غايب يا بن نادر عن الانظار. سلام. ولا شفنا جديدك يا الذياب يجالنا مده. وانا شاعر ولا اكتب غير في حر سلي الاحرار، شجيع ما يغيب ولا يصد بساعته الشده. سلام. ولا امدح واحد الا من نصيته قدم الاعذار، ردي خابرين في السوالف ما حد نقده. ابمدح كل طيب شايع نصيته مع الاقطار، ولا نميل بس الرجل ذيابه ما هي بقده. اسلم ليه مسال السؤال. لبيك الله يلبيك. يقول تحدي تحدي والتحدي يبي شجعان. سلام. ما في ذا اليوم حنيني يا محنية. سلام. انا ان كان وقفت هنا اجمل كل الموجودين. وبشروبي سوقك حيك استاذ خصم 500 نقطة. طيب يا شباب، اذا في نقاط تفاعليه لشخص واحد فانا بيكم تعطونها مساعد. بيض وجهك يستاهل. طيب عندنا السؤال الختامي لهذه الفقره والسؤال الحاسم، معنا من هو صاحب الاجابه. والله اني اشوف في عيونكم ما سالتني صراحه بينكم الا انت. ليه شيك كذا؟ انتبه لهذا. تكفى تكفى طالب طلبه. ابيك تلدغ علي الغامدي، ما عجبته يمكن تصير. انت ما انت الغامدي المعطف بعد شوي. لا تنشبنا انا في وجهك. انا طالبك نفدا وجهك. انا نفداك. خلاص جاء جاء تم تم تم. ما عين لا علي الغامدي. طيب اللغز رقم وش في علي الغامدي؟ ابي اشوف انه يطلع لنا اشياء غريبه. يا رجال ما عليك منه. ما اقدح من راسه. بس والله العظيم. كيف؟ قسما بالله المفروض تروح يعني صراحه يعني تروح. الله ما قال. لا يعني اقولك وين تروح؟ تسافر كذا الله. طيب اللغز انا ما كان ودي اطلعكم باصل صراحه. طيب اللغز رقم 6 يقول لكم ما هو الشيء الذي لونه اسود ويرتدي. طيب شفت 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 استبعدكم كلكم. لا لا شفت والله نمو. طيب ابو ملهي الله يجعل والدك بالجنة، والله انك تاج راسي بس خلنا نحط ايدينا كذا. انت ابو ملهي كذا. يلا يلا كذا. لا بصركم لكن خلوكم خلوا ضغطة الجرس بعد السؤال. ما هو الشيء الذي لونه أسود؟ ونغير السؤال. شيء أرجله من حطب. يا رب يا سطام يا حبيب قلبي ولا عليك أمر. أتمنى نهدأ. على خشمي أتمنى نهدأ. أنا قلت له بصرخ ويكم كيف. لا حد يدخل من برا. شيء أرجله من حطب ورأسه من ذهب. شوف والله أنه أول واحد أنا. تبقيت والله الأول. طيب عندي والله أنا عندي. أنت ماسك ماجد، أنت ماسك الجرس بيدك وأنا قد نوحت عليها في لا والله ما في الفقرة اللي راحت. والله ما علمتي. استبعد من والله ما علمتي. والله ما علمت أنا حرام بالله. طيب ما عاد تسويها؟ على خشم. يا عيال وأنا والله ما ركز، لا حد يلمس الجرس ولا حد يجي الجرس. شباب اللي برا هذا آخر تنبيه، أقسم بالله العظيم استبعد من الفقرة. أرجوكم يعني. على خشمي على خشمي. والله العظيم يا عيال إني أكثر من مرة وأنا أتكلم. خلاص أبشر بس عاد. راسكم السعد. يقول لك شيء أرجله من حطب ورأسه من ذهب. أنت إيش تقولون يا أعداد؟ الفار يحكم، الفار يحكم. يعني بخلي الأعداد أقرب وعموني يركز. الفار طيب الإجابة تروح لمساعد. القمح، الإنارة، الإبرة. القمح، الإنارة، الإبرة. لنارة. والله ما أدري. طيب جاوب الإنارة. يستاهل مساعد. نقول لك هارد لك مساعد. هارد 500 دقيقة. طيب عمر اللي قال عمر. نبدأ بنروح لسؤال رقم 9 أو لغز رقم 9. يا ليت نركز على وجه. انت مستبعد من الاجابه وخصم 500 نقطه انت والمجموعه. الاجابه بتكون بين ماجد وبين ناصر. يعني ماجد شيء نراه ولا نستطيع لمسه، اول حروفه شيء يقتل واخر حروفه شيء يشرب. الاجابه تروح لماجد على طول. حبيبي السماء. انت خلصت دقيقه انا حطيت. لا خليني دقيت الجرس بعد ما خلصت ترى. وكبت معك يا ابو ملهي.
في نص السؤال ترى جاوب. يا رجال صلوا على النبي، خلوا عندي بيني وبين الرجال. سم انا ضغطت وكبت بعد نهايتك على طول. والله العظيم انك تلاقي الجرس قبل. الاجابه تروح عند ماجد على طول. السماء، الهواء، الضوء. وش السؤال اصلا؟ نسيت هذا. شيء نراه ولا نستطيع لمسه، اول حروفه شيء يقتل واخر حروفه شيء يشرب. السماء. واحد واحد هنا. شباب تفاعل. عمر. طيب اجابتك خاطئه. الله ما يعطي الا مستحق. الله ما يعطي الا مستحق. تعال يا اخي عجبني والله العظيم. تعال تعال ماجد. اول شيء يقتل واخر شيء يشرب. السماء السم وما يشرب. طيب تعال. سبحان الله لا فيها نوايا واضح انه يقول ابو نيه غلب ابو نيتين. سلام عليك. وش تقول؟ انا اقول فايز ان شاء الله. فايز في البيت يا رجال. فايز في البيت الاول الى الان. طيب اجابتك خطا. الإجابة تروح عندك. شو تقول أنت؟ الله يسعدك. ما راح أعطيك شو اسمه؟ تكرهني كذا. ما راح أعطيك اختيارات لأن أنا قلت الخيارات مرة. معكم سواني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ثاني. الثاني خلاص الإجابة صحيحة عند ماجد يستاهل. ليش؟ يا عيال يا عيال يا عيال يا عيال الرجال عمر هو اللي قال مدري. مرة ثانية وثالثة خلونا نسمع السؤال. الله يبارك فيك. المبروك الماجد. يستاهل ابو ناصر يستاهل. ابو ملهي. عمر سم ضحك ابو ملهي. لبيه ليه يا ابو ملهي؟ ثواني يا شباب سم. ليه يا ابو ملهي؟ انا دق الجرس قبله ترى. انا يا اخي الله يهديني يا اخي. الله مع واسطه الرجال. انا مع واسطه انا ما اعرف شيء. لا والله مضبطك انا. ها؟ انا مضبطك حبيبي. ازهق. يلا عيانا بيانا كذا؟ اي عيانا بيانا. فهمت يا الرجل؟ انت اسالك بالله شفتني يعني اغش او شيء؟ اسالني بالله. اجل والله صعب. والله العظيم انك غلطت. لا صدق والله انك ضغطت بس السؤال. غلط قبل. ما واكبت؟ لا ترى الغلط من فلاح. ها؟ يعني انت اوكي الحمد لله يعني اول شيء حطيت اني ظالمك اخر شيء اكتشفت ان الخطا من فلاح. لا شوف اول شيء يعطيك العافيه شكرا لك. اتمنى انكم ترجعون ويعمل هدوء لان بندخل في الجوله الثانيه. الف مبروك الفريق الرالي يستاهلون. كم نقطة يا ابو ملحي؟ كم نقطة؟ كم نقطة؟ جبت 500 تعال قلت لكم 500 ما جيت ورحت ورجعت. طيب ألف مبروك الفريق الرالي انتقلوا معنا للجولة.